السلام عليكم، كيف أصدقائي؟ شو أخباركم؟ معكم نعيم من قناة نيمو. اليوم بدي أعرض لكم تحدي اليوم السادس تبع تحديات الانترفيست، اللي هي تحديات مهرجان الشتاء. التحدي كالآتي: بدنا أول شي نفتح الجوارب جوات اللودج اللي هو البيت، ونفتح مع بعض الهدية. كالعادة الجوارب هون فاضية، أول شي بنفتح هدية، بعدين تمتلى، بعدين بنخلص أول ستيج من المهمة تبع اليوم السادس. نشوف شو وين حتى الجلايدر. حلو، هاي كانت تهديد اليوم السادس. لا تنسوا تكتبوا لي بالتعليقات شو هي كانت تهديدكم اليوم السادس. هاي نزلت الهدية هون، بندوس ايه، ناسا هوليداي تريز ان ديفرنت نيم لوكيشن. تمام، بدك ترقص عند شجر تبع شجر العيد ميلاد الخضر الكبار، ديفرنت نيم لوكيشن اللي هي بأماكن مسماية مختلفة. هلا بدي أعرض لكم أنا أماكن الشجر واحدة واحدة. هاي المظلة أول شي، حلوة. تمام، الستيج هون خلصناه. هلا الستيج الثاني اللي هو بدنا نرقص، مثل ما قلت لكم قبل شوي، بدنا نرقص عند خمس شجرات بخمس أماكن مسمية مشان ناخذ هاي الهدية اللي. هلا بعرض لكم أماكن الشجر واحدة واحدة. هاي المكان الأول، هاي المكان الثاني، وهي هون المكان الثالث، وهي المكان الرابع أصدقائي سألتي، وهي المكان الخامس اللي هو بيزنت بارك. وهيك بنكون وصلنا لنهاية مقطعنا، وحطيت لكم خمس أماكن، هن 9 أماكن موجودين على الخريطة، بس أنا عرضت لكم خمس أماكن منهم. وشكرا على المشاهدة إذا تابعت الفيديو على الآخر، يا ريت ما تنسى من اللايك والاشتراك، واكتبنا بكومنت شو الهدية تبع اليوم السادس كانت إلك. شكرا على المشاهدة.